وايير كان تعرفوا الجروب موجود فيه برشا دي مونبر في تونس يبعثوا عليه توانسة اللي عرضوا عبد وحشم مش يكلموا اللي ما نجمش ما لقاش الفرصه في سما مشي ما نجمش يحكي مع الجروب هذا من اوت 2019 بدا والناس هذوما اللي تيميد غالبا يبعثوا لهم مساجات ويهبطوا لهم السيتوياسيون نتاعهم وبرشا تلقاو مع العبد اللي لوجوا عليه من غير ما يهبطوا المعلومات الشخصيه لا تصور لا فيديوهات. معنا اليوم نشوفوا شكون معنا مش يعطينا اسمه. الو اهلا وسهلا. الو عسلامه. عسلامه سيدي شنو احوالك؟ الحمد لله. اسمك او الاسم المستعار شنو هو؟ كيما تحب تسمي سمي. نسميك انا شاهي نسميك صوتك عجبني تحسهم تاع سي شاهي نسميك صوت عاد المنفذ والله صوت عاد المنفذ شنو؟ لحظه عادل عادل اسمك عادل عادل واسمك في الدنيا شنو هي؟ اوكي اوكي عادل اي عادل شنو الحكايه نتاعك عادل بدنا يا وين كيفاش شنو صار بين ساعه والحاجه انا ما حبيتش نقول لكم خاطر يعرفوني برشا عباد ما تبش يعرفوني حتى ولو ما تبش نقول لك باش يعرفوني برشا يعني دوب ما تقول الاسم برك من غير لقب يعرفوك يعرفوني يعرف باه احكي لنا باهي الحكايه سي عادل باهي الحكايه بديت عندها شهر التالي اي نطلع في الكار 460 كل يوم مثلا 6:30 كارتا 6:30 460 وين تهز هذا؟ شيرتنا بن عروس؟ لاريانا لاريانا باهي اي لاريانا اي ما نحبش نقول زاد المحطة خاطر يعرفوني زاد حتى ولا مش اي ما تقولش جست تهز لاريانا ما تقولش اي تهز لاريانا ناخذ في الكار نتاع 6:30 نتاع الصباح نتاع الصباح باهي لا عرفتك عرفتك ديما محطة في اريانا تاخذ الكار 6:30 تاخذ كابيسان من القهوه اللي الساعه اول حاجه مش من اريانا ناخذ يمشي لاريانا من منوبه لاريانا تاخذ الكات بشويه بدا يعطينا في المعلومات الخاصه خلينا على الطفله الساعه خليه يكمل عادل يحكي لنا شنو شاف شكون شاف بالضبط شنو كيفاش صارت العمليه الساعه اول حاجه تطلع معي كل يوم في الكرمه مش نفس المحطه باهي قديش الفتره اللي قاعد تطلع فيها معاك كل يوم أكثر من شهر أكثر من شهر عشرة وليت أكثر من شهر عشرة باه الحاجة اللي خلتني متردد من الأول ما تطلع في الكارت فقط قاعدة شاهي معناها ما حسيتيش من الشعب معناها قاعدة لا ما هو ما لقاش فرصة باش يحكي معاه لا مو مش الشعب أنا خاف لا تطلع أطول مني شنو؟ خاف لا تطلع أطول مني اه ديما قاعدة هي كان تعرف ثمارك هذا تتعلق بك على الأخ اي بالضبط اي باه شنو هي اخر؟ عندها الجمعه التالي وين تلفت مثلا وين تلفتت لي وين بنتقابل بدينا نغزروا لبعضنا نغزر لها مثلا كل يوم في نفس البلاصه اللي تقعد فيها كل يوم في نفس الكرسي الساعه والحاجه ديما نفس البلاصه نفس البلاصه معناها هي تطلع من اللولانيين من اللولانيين اي من اللولانيين باه دونك مازال تطلع من تيرمينيس تاع منوب واضح شكلها كيفاش هي خلينا نتعرفوا عليها كان تسمح ساعه والحاجه شعرها قصير شعرها قصير باه شعرها كحل عينيها كحل ديما تلبس لينات لينات نتاع مش نتاع نظر لينات نتاع شمس لينات شمس تلبسها من 6:30 تاع الصباح لابسه لينات شمس ولا كيفاش ريت عينيها لينات شمس لابسه لا باش نقول لك كيفاش ريت عينيها عاوزك لحبيب ايه يلا بسرعه عندك 40 30 ثانيه عادل يلا 30 ثانيه اي البارح وموت البارح اي البارح وموت البارح البارح ساعه والحاجه طلعت في الكار نلقاها واقفه تحكي على لا اسمعني عرفت هذي لا خويا عرفتكم الزوز خويا عادل اي البارح كي جيت طالع تلقاها واقفه اش صار عادل يلا نلقاها واقفه وبظهري انا نلقى ما كيما قلنا احنا فضاء ما بينات بعضنا باهي حكيتش معاه بقيتش ما نجمتش انا بالفكره راني حاشيه مراه نبدو واضحين ما نجمتش تحكي معاه ما تلفت انا انا نتلفت وهي تقلب وجهها ما غاديك تعاود ترجع لي تلفت لي انا ما نجمتش نحكي معاه باهي غدوه انت باش تطلع في الكار هذيا عادل نطلع في الكار هذيك كل يوم وانت بعثت مساج للجروب سيتي بيان توا هي مساج للجروب الساعه والحاجه ديما 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 كومونتي راني في الجروب و ديما تكومونتي على السيتياسيون اللي هبتهم على كل عادل ان شاء الله كي طابت الفيديو في الجروب هي ممكن تتعرف على روحها وممكن تجاوبك وتبعث لك مساج هي ولا ينسخوا بيناتكم في الجروب سيتي بيان توا هي اللي برشا عباد تلموا